سيدي مولاي محبوبي ويا أملي، يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي. ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالك وأفعالك بأخلاقك وتخالف الناس، عشان أنت هتكون غريب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جهاد لما أنت تتمسك بالصلوات، وناس كتير ما بتصلي، لما أنت حاطط نصب عينيك وتتعامل بالأخلاق مع كل الناس، حتى الناس اللي ما عم بعملوك بأخلاق، أنت هون بجهاد وهتتعب. بس بالمقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، للمتمسك فيها بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منهم؟ قال: بل منكم. الله حيعوضك يوم القيامة، وحيعوضك بالدنيا أنه يكون في عندك نور عظيم، نور بقلبك بزمن الظلمات، وحيكون عندك نور بقبرك، القبر المظلم، لما تنسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فتجيب بأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، سترى النور، فاتباعه نور، نور لما تخرج من قبرك يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نور لما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفك باتباعه. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين، يخرج من وجهك النور، نور لما تدخل إلى الجنة بإذن الله، وأول زمرة يدخلون الجنة وجوههم كالقمر، والتي تليها كأشد كوكب ضياء. فأبشر، فإنك إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عندك هذا النور. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك ويعينك ويصبرك لتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عندك هذا النور. ألقاك يوم العرض مرتسما، وهو في كفك البيضاء بالقبلين.